أنا فنانة تشكيلية رشا مرجان، عاملة دكتوراه في الطباعة اليدوية للمنسوجات، وده الدكتوراه بتاعتي عبارة عن فرع من فروع الطباعة اليدوية اسمه الرسم على المية، والفن ده فن تراثي موجود عندنا في المتحف الإسلامي خلفية لبعض الكتابات وعلى أغلفة الكتب. أنا لما جيت أدرس الفن ده وأتعرف عليه لقيت إن هو موجود في معظم متاحف العالم على ورق، فكانت الدراسة بتاعتي إزاي أقدر أعمله على قماش، فروحت بالفعل مركز بحوث النسيج وابتديت أعمل الأبحاث بتاعتي على الألوان الخاصة بالقماش، وكان هدفي أول حاجة إن أنا أقدر أركب الألوان دي بنفسي، والحمد لله ربنا وفقني لحد ما أخدت الدكتوراه وعملت بيها، ابتديت بيها مشروع، أو ابتديت بقى علشان أنا محتاجة أتأكد إن ناس مختلفة يستخدموا المنتج وبطرق مختلفة في الغسيل وفي الاستهلاك العادي لحد ما اتأكدت ان هو يعني ما بيحصلوش اي تغيرات. انا حاليا بحاول ان انا انشر الفن ده لان مؤخرا اتعمل عليه ابحاث ان هو ليه تأثير قوي على الاطفال وفي العلاج بالفن وتعديل سلوكهم، واتعمل ابحاث على مجالات مختلفة، فانا حابه انشر الفن ده وحابه ان انا اختار قريه بعد كده واعلمها فنون الحرف اليدويه بتاعه الطباعه اليدويه دي حاجه مهمه بالنسبه لي، وهدفي ان انا اسيب بصمه يعني في التاريخ الفن ده. ان شاء الله في الفتره اللي جايه لو ربنا وفقني في اللوحه، انا قدمت في موسوعه جينيس ريكورد وعملت فعلا معاهم تعاقد ووافقوا على الطلب اللي انا قدمته ان انا ابتدي في اللوحه دي، وحاليا انا عملت كل الشروط اللي قالوها، يعني هم شروطهم صعبه وكتيره ومتطلبات يعني ما كنتش متوقعاها، انا محتاجه ان انا اجي ارسم وخلاص واطلع اللوحه، فهي متطلباتهم هي اللي اخذت مني وقت عشان ابتدي انفذ. النهارده ان شاء الله هعمل مساحه اللي هي طول الحوض 50 متر وعرضه 3 متر، ودي اكبر لوحه هعملها ان شاء الله، والمفروض ان هي هتسجل ان شاء الله لو توافق عليها في جينيس ريكورد.